خوتي المغاربه السلام عليكم. اليوم 23 افريل 2020 واش لاحظتوا معايا بان الدنيا مرونه في اكادير ينزكان شتو كيتباها ترودانت المهم كلشي مرون. علاش؟ لان السلطه بغات تفرض الحجر الصحي في نفس الوقت بغات العجله الاقتصاديه الدور وما عرفوش كيفاش غادي يخرجوا هذه المعادله الصعبه اللي داك النهار خاطبت بها السيد الوالي وقلت ليه راه الا ما عندكش واحد الفريق مقاد واحد الرؤيه واحد استراتيجيه غادي نزقلوها وهذا المصير ديال البلاد. ملي كنقول مصير ديال البلاد خصنا نحترموا الحجر الصحي، خصنا الاقتصادي دور يعني الناس تخرج تخدم، هذيك الخدمه كيفاش المواصفات والسلامه الصحيه ديال المواطنين تحترم، لان الناس رحنا غاديين في واحد النفق غير الله يحفظنا. الناس راه كاين واحد العدد كبير اللي ملاقي ما ياكل، وانا راه كنتوصل بالعشرات، انا غير مواطن بسيط، العشرات ديال الاوديوات وديال الفيديوهات من المواطنين وكنسمع ديك المأساة، والله العظيم ملي تسمع غير شي شويه منه ما تنعسوش، ما تجلسوش، غادي تألموا من المعاناة ديال الناس هنايا في اكادير ولا في الجبال ولا في شي جويه، الله يصوب. واحد الجانب واحد اخر عاوتاني وهو الحماية، السلامة الصحية مازال ما كاين والو. ملي كنقول ما كاين والو بعض المعامل، الميناء، بعض الضيعات الفلاحيه ما محترمين حتى حاجه، ودابا الكونتربوند حتى هي ملي كنقول الكونتربوند الناس في البيكوبات، الناس في الكاميونات ما عندهم ما يديروا، حصلوا سهل كيسلتوا ولو تقول لي الحجر الصحي ملي كيكون الجيب خاوي، ملي كتكون المعده خاويه، ملي كيكون ولادك ما عندهم ما ياكلوا، مشكل فيك شنو هو؟ هذاك الشيء علاش خاصنا شي شويه ديال الرزانه، خاصنا شي استراتيجيه اللي مزيانه. اليوم الصباح ولا البارح في العمله ديال بيوغرا ما يفوق على 200 فلاح كلها واقفه، طوابير ديال الناس كيتسناو لوتوريزاسيون ديالهم باش فلاحتهم يديوها الانسجام باش يبيعوها، ولكن كيفاش غيديروا هاد الناس؟ علاش درنا لهم ترخيص وحنا عارفين بان سلعتهم غيبيعوها تما؟ الناس جاوا في 6 الصباح حتى المغرب هما جالسين تما كيتسناو داك الترخيص، اليوم الصباح بحال بحال عاوتاني قدام العماله ديال اكادير في انزكان، عاوتاني كاين مشكل ديال صحاب الدواجن، لان ما عرفناش بان صحاب الدواجن ما خصهمش ترخيص يومي وها كيفاش كيخدموا ما كنتسناش معاهم، صحاب اللحم بحال بحال. المهم الله يخرجها بخير. كاين واحد العدد ديال الاسئله اللي كيجيوني من عند الناس على مستشفى الحسن الثاني، كيقول لك راه خفنا مرتي بغات تولد ولكن خفنا ندخلوا اللي تشدنا كوفيد، وكل واحد شنو كيقول، والتخوفات كاينه في ظل صمت ديال بعض المسؤولين. اولا غادي نحيي العامل ديال انزكان والمجلس الاقليمي وتاع المبادره اللي داروا، شراو الماتيريال تقريبا 350 ديال الماتيريال وعطاوها للمستشفى ديال انزكان، والسيد العامل ديال انزكان كيسهر على السير العادي بشكل يومي على هذاك المستشفى مع الطاقم الصحي المدني والعسكري. حنا بالنسبه للمستشفى حسن الثاني يمكن لي نقول لكم راه بحال بحال الامور مقاده، غدا دابا في الطريق الصحيح، كاين تما العسكريين وكتعرفوا فين ما كاين العسكر ما تخافوش، عارف بان كاين انضباط، كاين اللي فرط يكرد. الطاقم المدني دابا كاين راه خدامين كيقادوا راسهم، الاطباء كاين واحد المجهود قداشنا هو كيدير، يعني كيمكن لكم تمشيو للمستشفى الحسن الثاني. واحد الحاجه اللي كنلوم على المستشفى علاش التعقيم في الدخله وفي الخرجه، لي كاميرا تيرميك والتعقيم كيكون، علاش ما دايرينش لافابويات والصابون، الناس داخل خارج كلشي يغسل يدو وكلشي من اجل السلامه الصحيه ديال المواطنين في لي بلوك حتى هما في الدخله ديال المستشفى. المهم انا يمكن نقول لكم بان غير سيروا كونوا هانين، راه جميع الشروط ديال السلامه الصحيه ديالكم ولا حتى ديك العدوى باش ما تخرجش وتنتشر راه متاخدينها بمحمل الجد، ما غادي يكون على الخير. ولكن واحد القضيه واحد التجربه بغيت نقولها لكم وما مقبولاش، كنتو سمعتوا كندويت على بعض الاطباء المرتشين وكانوا الحجاج وكان كلشي، كنت كنتسنى بان غيتحل شي تحقيق، المهم ما كاينش. دابا اليوم غندوي على واحد القضيه واحده اخرى، الو كاين واحد الناس بسطاء، ناس ما فحالهم شيء، مشاو عند واحد الطبيب في تلبرش من اجل واحد السيده مريضه، عطاها الدواء ديال الكونسلطاسيون، عطاها الدواء، لما خرجت السيده والزوج ديالها من عند الطبيب، كاينه الكاتبه ديال الطبيب، شافت لوردونونس قالت لهم هاد الدواء راه ما يمكنش لكم تلقاوه، وعطاتهم واحد الوريقه هذا وقالت لهم اتصلوا بهذا السيد راه يجيب لكم الدواء فين ما كنتو، هاد الدواء هما هادو. الوغ هاد الدواء سميتو ميتيل بريدنيسولون، وكاين واحد 40 ميلي غرام وكاين واحد 120 ميلي غرام. هادوك الناس
ما فحالهم شاي. المهم دبروا في ديك الفلوس، قالوا لهم راه 1700 درهم باش كيسوا هاد الدواء، لان ما كاينش اولا الكاتبه ديال الطبيب. الا ما كاينش طبيب علاش كتب لهم هاد الدواء في الوقت اللي سولت انايا بان كاين دواء اللي ارخص من هذا بكثير وموجود في البيع، علاش غيكتب لهم واحد الدواء اللي ما كاينش؟ هذا الجانب ديال الطبيب، وما غاديش ندخل في اختصاصات ديالو لان انايا ماشي طبيب. ثانيا الكاتبه اش دخلها تعطي التليفون ديال مول الموتور اللي غادي يجي ويجيب الدواء. ملي سولت على هذا الموتور كيدير هاد الحرفه هادي، يعني اللي خصو شي دواء شنو كيجيبو ليه في الوقت اللي خصو يمشي هادشي يتباع في الفارماسيان. هاد الدواء اللي جاب ليهم ما فيه لا ثمن لا حتى حاجه. ومني قلبت في لولو وقلبت عند الشركه اللي كتبيع هادشي، لقيت هاد لولو هذا كيتباع للسبيطارات، يعني يمكن انا ما كنقولش هاد الدواء مشفور ومشي سبيطار ولا شي حاجه وجا عند هاد الناس. لما السيد قال مول هاد مول الموتور تلاقى معاه قال لي واه الدواء ما فيهش الثمن لا حتى حاجه، شافو فاهم شي شويه، مول الموتور هرب وخلاهم. واحد نص ساعه من بعد كيتصل واحد الصيدلاني يعني فارماسيان كيعيط لهاد العائله هادي وكيقول لهم يا ودي خذوا الدواء فابور وغير نخرجوا هادشي بخير وعلى خير وسمحوا ليه وهادشي ما يتعاودش وحنا ما فراسناش هادشي. الا ما فراسكمش هادشي يا سيد الفارماسيان علاش غادي تعطيهم هاد الدواء فابور 1700 درهم؟ ملي قلبت على الثمن العادي ديالو بشحال كيبيعوا لابوغاتوار ولا بشحال كيتباع، خصو يتباع في الورقه كاينه 1360 درهم، يعني 40000 فرانك تزادت. هادشي خرج يمكن لشي سبيطار، كنتمنى من الكونسي دو لورد ديال لي ميدسان، كنتمنى من الكونسي دو لورد دي فارماسيان في اكادير يدخلوا، انا مستعد نعطيهم جميع المعلومات. كنتمنى من النيابه العامه، حتى هي كتعرفوا بان راه تحطت شكايه في هذا الموضوع، كنتمنى من النيابه العامه تتبع هذا الملف هذا، لان هذا الملف يمكن غادي يخرج في واحد الترافيك ديال الدواء يمكن بين شي مؤسسه والناس. وثانيا علاش كنجيبوا الدواء للمرضى بالموتور؟ كيفاش هذه القضيه هذه؟ يعني الفقير ديما كياكل العصا، كنحقروا على هاد الناس، كنحقروا كنقولوا هاد الناس يمكن اميين يمكن فقراء، غادي نحقروا عليهم غادي نعطيوهم. وحتى من ناحيه الطبيب الا عرفنا ملي قلبت ولقيت بان كاين الدواء اللي هو ارخص، علاش ما نعطيهمش هذاك الدواء اللي رخيص والثمن، مع العلم ان هذا غير جينيريك وغالي. راه الغرض الاول والاخير وهو بغينا واحد المغرب زوين، بغينا واحد المغرب بارك من التبزنيس والتخلويض وكاع الروين هادو ما بقيناش بغيناهم يبقاو، بغينا نبنيو واحد المغرب ما بعد كورونا فيروس، والله يسهل علينا وعليكم وان شاء الله خير، والله يخرج هاد الازمه بخير. ما بغيناش الضرر لشي واحد، بغينا عافاك السيد الوالي سادة العمال ديال جهة سوس مسان، لان كلشي بين يديكم، المنتخب وداكشي ما نعولو على حتى واحد، كلشي بين يديكم. يا اما هذاك القطار اللي كتصوبو وحنا فيه غادي نوصلو كلنا لبير الامان، لان السياسة ديالكم في تسيير المدن ديالكم كانت ناجعة، والحركة ولا العجلة الاقتصادية دارت بلا ما تقاس السلامة الصحية ديال المواطنين، وخرجنا منها بأقل الأضرار بكثير. ولا داك القطار غادي تقلبوه، ما كنقولش غيتقلب، غادي تقلبوه، لأن سياستكم ما كانتش هي هذيك. والله يحفظ، حنا ما بغيناش نوصلوا لهذا الشيء، وبغينا غير الخير لبلادنا، بغينا غير الخير للجهة ديالنا، وما غادي يكون غير الخير، غادي نبقاو متفائلين بزاف عاد، غادي نحترموا الحجر الصحي. الناس اللي ما غاديش يقدروا يحترموه لان لاسباب طبيه، لاسباب ديال العمل، لاسباب شي حاجه، عافاكم اتخذوا جميع الاجراءات ديال السلامه الصحيه ولي جيست باغيير، غير سيروا للانترنت حميوا راسكم قبل ما تخموا في حد اخر، خموا في راسكم، خموا في وليداتكم، في عائلاتكم ووالديكم. الله يحفظنا ويحفظكم. وكنتمنى بخصوص هذه الفضيحه هذه الطبيه، كنتمنى يتحل شي تحقيق في هذا الموضوع، لان هذا الشيء حتى هو راه خطير، وبارك علينا من هذا اللعب بالصحه ديال المواطنين، خصوصا المواطنين الفقراء. تبارك الله عليكم، الله يحفظنا ويحفظكم في هذا النهار هذا، ومبروك عواشركم.